المدرب الجديد لفريق مولودية وعندي خالد بن يحيى ندوة. درب قمت بتجارب عدة متحصل على بطولات وكؤوس وعامل ورد عمناول نصف نهائي كأس إفريقيا دونك ومتربي في جمعية كبيرة في تونس اسمها الترجي الرياضي التونسي. نقلت للجزائر نلقى روحي في جمعية معناها كبيرة طموحاتها على قد كبرها. نعرف المسؤولية كبيرة وجسيمة ولكن لازم نقبلوا خلينا نقولوا التحدي هذا. والفرق الكبار يمكن في وقت من الأوقات تتعب شوية تمرض شوية لكن يقعدوا ديما كبار والريكوبيراسيون تكون والكونفاليسونس تكون في سعفيس. إن شاء الله ربي يوفقنا وننجحوا في المسؤولية الكبيرة هذه ونفرحوا خاصة الجمهور الكبير. أنتم تقولوا الشعب تقولوا الشعب نتاع المولدية احنا نقولوا الجماهير معناها إن شاء الله الشعب نتاع المولدية نفرحوه وشوفوا منا العمل والعمل والعمل. يا با دي ريوسيت فماش نجاح في الدنيا هذه ما غير ما تخدم على روحك. ونعتقد قد اللي مكونات ومهدات النجاح في فريق المولدية موجودة الكل وإذا معناها ناخذوا بالأسباب قلت ربي الأمور تمشي كما نحب واحد. مرحبا بكم. السلام عليكم كوتش، مرحبا بك في قناتك الثانية، أنا في قناة الشروق نيوز. أول يعني سؤال، ما هي الأهداف اللي اتفقتها مع إدارة مدية الجزائر الذي على كما تحدثنا عنده ألقاب عديدة يلعب أو تلعب على الأدوار الأولى يعني هدف هل قيام بمدية الجزائر يعني نوعا ما أو لعب على الأدوار الأولى؟ امبارح في الليل نحكي أنا والرئيس تأسفت اللي ما تحصلناش ما نعرفش المرة الرابعة ولا الثالثة السنة باش ندخلوا باش نقعدوا معناها كومبيتيتيف في الكومبيتيسيون نتاع الكاف على الأقل كما مشيناش الشامبيونز ليغ مالوريزمون معناها ما تحصلناش على المرتبه اللي تتاهلنا للعب الكاس افريقيا نتاع العام هذا. على كل حال في الفرق الكبيره هذيا وديما نقول لكم سامحوني راني انا متربي في فريق كبير مش لازم يقول لك الرئيس مثلا راهو حشتنا بالنتائج والا جايبك على النتائج ما يلزمش واحد نتخباو معناها ورا الحقيقه. جمعيه كبيره امكانيات كبار ملاعبيه ممتازين شفت سيريداد دادوش قدامي او معناها مدرب مساعد ممتاز دونك الامكانيات متوفره الكل ما لازمناش نتخبى ورا الحقيقه هذه جمعيه كبيره وتحب كان على النتائج. نحاولوا نسعى ناخذوا بالاسباب باش نقوموا بنتائج طيبه ونسعى لهذا عندنا يدور القدرات والامكانيات باش نعملوا هذا بطبيعه الحال بعد ما نشوف الامكانيات نتاع اللاعبين. وانا اعتقد اللي مادام لاعبين يلعبوا في المولديه سيكو زون لو نيفو جامش يلعب لاعبي في المولديه وانا با لو نيفو بوتيت شويه يمكن عن نتصور رواحنا الملاعبين اللي نلعبوا في الجمعيات الكبار ساعات من اكبر المشاكل اللي عندنا هي لا سوفيزونس نتصور رواحنا اللي احنا نلعبوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في المولديه سامحني نذكر الترجي معناها في المولديه نسخايل هذا كان افونتاج في التيران هذا كان كونفينيون يلزمك تخدم دوبل باش تنجم معناها تكافح في التيران دونك اذا كان نقدروا احنا الملاعبيه نتاعنا يوليو نخدموا ونسعاو لهذا اللي في كل ماتش اون دوا سو باتر المولديه قويه بمريولها وبرجالها وبشعبها كي انت تخدمها في التيران اما اذا ما تخدمش على روحك في التيران ما تنجمش تكون قوي. مرحبا بيك عايش فيه. الله يسلمك عايش. بون كوتش كيفاش اسم كبير كما خالد بن يحيى سواء كلاعب دولي او في التدريب ونهضر على فريق كبير دكتور كيفاش يعني ثم الاستخدامات وكان ما كانش بالموافقه تاعك وقبل تنصيبك حتى يعني كيفاش انت تشوف هذا التعيين الجديد تاع اللعيبه قبل المدرب؟ وسؤال ثاني كيفاش يعني كيفاش انت تشوف نهايه الموسم لو مولوديه الجزائر ما حققتش الاهداف، كيفاش راح تشوف مع الاداره
يعني من النظر على استخدامات المدشات في تونس عنا كلمة نقولوها من هنا الاخر عام راسك حي يعمل ربي من هنا الوقت خنبدأ ساب الدبي وبعدها نخلطوا العقاب العام إن شاء الله ربي يوفقنا ونخلطوا العقاب العام. ما عرفش اللي كان سمعت بالقديه حكيت على الانتدابات الانتدابات بعد الحال احنا الرئيس والمسؤولين على الفريق ناس مسؤولة مش تقعد تستنى هي حتى لين يجي المدرب واحد ياخذوا ساعات قرارات وقرارات على خاطر في مصلحة الفريق ينتدبوا لاعب ولا اثنين باش ما يخليوش فريق معناه معطل وقت اللي مازال عندنا الوقت ونزيدوا نحسنوا ان شاء الله واحد ما عندنا حتى حساسية منها بالعكس معناه مشكورين المسؤولين اللي قاموا بالواجب هذا وان شاء الله الوقت اللي مازال يوفر لنا معناه مساحة باش نعمل انتدابات قيمة في الوقت اللي مازال. كوتش السلام عليكم مرحبا بك في الجزائر. فيك عايش. كوتش هل يعني تجربة تاع مدرب المعصيف كوكي خلات باش يعني تجي تدرب من جديد في الجزائر وتاخذ يعني تقريبا نفس التجربة كل شيء شغل نبيل كوكي نجح مع فريق المعصيف يعني دون ما جيبوا. شكون؟ نبيل كوكي. نبيل ايه؟ هاي. تشوف لي التجربة تاعه خلاتك يعني باش تجيب طموح آخر مع الفريق المولودية. سؤال آخر واش تقدر تعلق مع الهجرة الجماعية تاع لاعبي البطولة الجزائرية إلى الدوري التونسي؟ ذا ديفيرونس ما بين ما بين دو يعني على اللاعبين الجزائريين هذا العام خاصة هذا العام راحوا بزاف الجزائر كثر التونس. السؤال الأول كان أنا فهمت معناها علاقة نبيل بجيانية بصفة مباشرة وغير مباشرة. نبيل كوكي يعني تجربته مع فريق التحصيل النجاح تاعو وحماساتك باش هي قد يكون اي نبيل كل حال نحب نسلم عليه ونحب نشكر معناه المسؤولين تاع ستيف اللي عطاو ثقه وكان في محل الثقه هذايا وراو بطبيعه الحال كيما اللاعبين وإحنا عندنا برشا الملاعبيه في الجزائر معناها الجزائريه يلعبوا في تونس وملاعبيه كبار ولو ماذا بينا النهار كل واحنا ننتدبوا من الجزائر وقبل احنا رناو في تونس برشا ملاعبيه كرمالي الله يرحمه والله يذكره بالخير الفرقاني بالمناسبه عليه عندي مده ما ريتوش ونسلم عليه على الفرقاني دربوا في تونس وعده مدربين اخرين دونك هذه التجربه احنا خليني نقول لك تي تونس ولا الجزائر ولدي راه والله العظيم تي كيف كيف معناها كي دخلت تو الاستاد وشفت الانفيرونمون قلت للرئيس تقول عليا في تونس ما فما حتى شيء بعدنا على بعضنا كل شيء قربنا على بعضنا الوجوه الكلام حتى شويه العصبيه نتاعنا كل شيء معناها قربنا لبعضنا دونك ان شاء الله ما فما كان الخير. السؤال الثاني سامحني بربي نجحوا تبارك الله عليهم نحكي لكم نكت على مثال خليني قلت عمنا وانا خديت الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي كانت في كريز الترجي الرياضي التونسي كانت في كريز نلقى يوسف البلالي مازال كجبناه يوسف البلالي انا نحبه ملاعب نحبه برشا لكن يوسف البلالي كيما لي كرون جوار ماذا بيها قال لي فور ممكن او كنت نجمو تسالوه توا بالمناسبه نسلم عليه قلت له يوسف الاوبجيكتيف نتاعنا لا بطوله تونس لا كاس افريقيا الاوبجيكتيف نتاعنا لازم نمشيو للفريق القومي، لازم يوسف البلاي يولي ملاعب في الفريق القومي. هذه معناها انا استعملت ليوسف باش يوسف يولي بلو موتيفي باش يمشي للفريق القومي، والحمد لله معناها مشى يوسف للفريق القومي وان شاء الله عندنا ملاعبيه اخرين ان شاء الله في الجزائريه، ان شاء الله في تونس يلعبوا ويكونوا ممهدات باش يمشيو للفريق القومي الجزائري ان شاء الله. اما رانا يزون بوكو دو كاليتي ملاعبيه نتاع الجزائريه اللي في تونس. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم كوتش محمد امين فقير من قناه الهلال كوتش كما انك عرفت ان مولودية الجزائر مرت بفتره صعيبه من الموسم الاولويه الحدث العوده اليك اسامه شكرا حسام ننتقل الى وزير الموارد المائيه الذي شرع في